الأساسية نعتمد عليه وانت ننقل التوناليتي، مش انه هاي سمرة وهي شقرة، لا في ثلاث اشياء معقولة يتغيروا يعني، وهن بأسرع تنقية التوناليتي. هون عم نشوف اول لون كتير كتير حلو، هيدا موسلين حرير، وفي تحت الموسلين في تول مطرز ومشكوك. شو ستايل؟ ما بعرف، سين شوي شوي جابوني هيدا إيه؟ شوي ياباني. هلا التول المطرز عم تجي شوي تاخد من محل الدانتيل، اكيد الدانتيل هي ما بتبطل وانا كثير بحب الدانتيل. التول المطرز هلا كاليتي جديدة، ماشي جديد عم بفوت على السوق. لا يلي للصبية اللي بتحب الأشياء هيك خفيفة ورومانتيك وزيت الوقت مودرن عم بيعطينا، وبالشغل فيه كتير حلو. طرزنا كمان القبة من نفس الألوان التول. هنا في مش واحد مستعملتيه واكثر من نوع مش؟ في عنا الموسلين الفوقاني، الموسلين اللي هي موسلين حرير، وتحت عنا التول المشكوك المطرف. كيف اللاين يعني كيف بتقرر كوليكسيون معينه والوان معينه؟ لانه في كمان الموضه، يعني في الموضه مين بيقرر الموضه ما بعرف، بس انه في الموضه العالميه مجبوره نوعا ما، مجبورين كفاشن ديزاينرز تلحقوها وبعدين تحافظوا على شخصيتكم على وعلى ستايل تبعكم. في عندك توندانس، مش انه موضه بالهوت كوتور، بيتا بورتي بيلحقوا موضه اكثر، بس نحن بالهوت كوتور عندنا توندانس، وكل ديزاينر هو عنده بقرر الالوان يلي بده يستعملها. اذا بدك ستايل مش محدود، ستايل مش بالضروره يعني. هلا بتلاقي في فتره بالسبعينات او الثمانينات تحسي درج القصير من درج كثير طويل، هلا كل شيء دارج يعني، عندك قصير، عندك طويل، عندك شانيل، هيدي مش فايته بالتوضع. يمكن تطور هو بيقرر شو اللاين بده يمشي فيها، ويمكن مع الوقت تطور هالنوع من الفنون، ولما كمان فاتوا عليه الستات صار حر اكثر، يعني اضطر يكون حر لانه كل ديزاينر هو رح يعطي هو رح يعطي الستايل تبعه. وانا سبيشالي بقول انه مش بس في موضه، في شو بيلبق لك وشو ما بيلبق لك، يعني كثير اوقات الموضه عم نستوردها من برا سبيشالي بالبريتا بورتي. انا بيزعجني بيزعج نظري شوف حدا لابس شيء مش لبق له، مش لانه اذا دارج يعني خلص لازم نلبق له، لازم نطبق بطريقه ذكيه موضه على جسمنا. هون عم شوف فستان كمان مختلف، كمان كثير رومانتيك، اجمالا رومانتيك فساتينك. انا بحب الاشياء اللي فيها انوثه الفيمينين، ان كان بالقصات ولا بالقماشات اللي بستعملهم. ما بتكل على الشك كشيء اساسي بفساتين، انا بحب القماش الحلو، بحب القصه الحلوه يلي بتناسب جسم كل عروس، كل سيده رح تلبسها. بس كمان ما بيصدموا في فساتين، في فساتين اعراس بتصدم، يعني بتكون هيك بتحب تعمل شوك، مش هيدا الهدف كانه بالكوليكسيون. صراحه انا وقتها برسم ديزاين بعمل شغله اذا انا ما بقبل البسها ما بلبسها لحدا، يعني ما بعمل بس حتى اقول انه انا عملت شيء غريب او شيء ما حدا عامله، لا بجرب لاقي افكار جديده بس تكون يقبل النظر، ما تكون هيك بتصدم. اول ما تشوفي العروس وتشوفي شكل شو اسمها بتعرفي شو هو احسن شيء يزبط عليها؟ اكيد اكيد، في قصات مثل ما قلت لك، في قصات بتخبي بتعمل كاموفلاج، وفي عندك قصات بتبرز الاشياء ان كانت حلوه او بشعه، يعني اذا عندها شيء حلو لازم كانه نسلط الضوء عليه نبرزوا اكثر، واذا عندها اشياء ديفويت بدها تخبيهم اكيد في اشياء بيبقى القدره على الاقناع. انا بقول وقتها بتفسري لها ليش عم تقولي لها لا عشلي، وليه عم تقولي لها ايه، بدها تقتنع سبيشلي اذا جايه لعندي وعارف انه انا هون تساعدها حتى تطلع باحلى طله واحلى طله. هون تغير النيونس الاصفر صح. سمبل اكثر كانه من تحت الفستان ولكن من فوق، بس كل الشغل من فوق. هيدا موسلين حرير من تحت مع
كمان تول مش مطرز مشبوك شوي على الخفيف مع فون شانتون حرير. انا حب الاصفر كثير هالسنه، حس انه هيدا لون بنور كثير يلي عم تلبسه، بنور الوجه. ما فيك ما تلاحظيه اذا كنت بعرس وجمع، اذا كنت لابسه اصفر ما فيك، ما فيهم يضيعوك يعني، بتبين دغري طبعا. هلا اكيد الاسود بيقولوا انه ملك الالوان، بس انا لعرس ما بحب لبس اسود، سبيشلي عائله العروس او عائله العريس المقربين منهم، بلاقي انه الاسود صار كثير بكل العالم يعني. بس القصة انه عادة نعتبر انه الاسود بخبي، القصة يلي بتخبي. اذا عم تلبسي اسود وساتيني وانت مثلا ماليني بيفضح اذا كان ساتيني، مش اللون يلي بخبي هي القصة. هون بنرجع على الموضة واذا كانت لابقة لشخص او مش لابقت له يعني. وفعلا انه لما بتدرج الموضة ضروري نلبسها، مش بالضروره لا في هالفكره انه ضروري نلبسها قد ما كانت عم تظهر الاشياء المش حلوه. ضروري الموضه وقتها بتشوفيها على التي في مين بيكون لبسها، موديل ياسا 34 او 36 وطولها مترين تقريبا مع الكعب. جسمنا مش هيك يعني، بدنا نجرب نطبق على جسمنا بطريقه ذكيه الموضه اللي عم تجينا من برا. الديزاينر عم بيعرض فساتينو على موديل، مش على ناس وزنهم 60 كيلو وطولهم 160 يعني. هول كلهم لازم ناخذهم بعين الاعتبار. هلا مع يعني بالاول كان دائما العروس اغلب الاوقات على القليله تعمل شينيون، فكان دائما الفستان ياخذ حقه على الاخر، ودائما الشعر بعيد عن الفستان وبعيد عن الرقبه. هلا خلص يعني صار كل شيء مسموح، صار أغلبية الوقت يمكن الشعر حتى مفلوت، وهالشيء أكيد عم يأثر على طريقة الديزاين. الفستان طبعا الشعر المفلوت ما فيك يكون عندك قبه وشعر مفلوت، كمان هون بدك تطبقي شو لابسة على شعراتك. بس إجمالا العرايس والصبايا صاروا بحبوا يكونوا مرتاحين، مرتاحين بفستانهم، مرتاحين بشعراتهم، مرتاحين بطريقة كيف عم بيتحركوا، عم بيرقصوا، عم بيبرموا بين الطاولات. كل شيء دايما العروس صارت عم تروح على الأشياء اللي بتريحها. أنت لازم تكوني بتعرفي كل أنا مع أنه تفلت شعراتها، بس أنا شخصيا هيدا كمان it's personal، أنا بحب وقتها بترفع شعراتها بتبين إليجنت أكثر. واللي بدها تفلت رح يكون الفستان مختلف نوعا. أكيد. أهلا وسهلا فيك ريم زيدان، كثير انبسطنا تعرفنا عليك وعلى كل هالديزاينز الحلوة اللي عندك إياها. ثانك يو. مشاهدينا وقفة وبنرجع منتابع. بمناسبة عيد العشاء سبت 12 شباط مطعم الكنز رشية الوادي طريق عام رشية حصبية، الأحد 13 شباط منتجع جنة طرطوس أوتوستراد طرطوس اللذيذي، ثمان 14 شباط أوتيل مسكي شتورة ريفر نايت كلاب.